فكك من الناس دي لها قصه معايا، لان انا قلت بعد لون شعري كان هرجع للناس بايه؟ لازم ارجع بفكره، ولازم فكره تناسب شكلي وعمري في الوقت ده، لان انا كنت صغير جدا ايام لون شعرك يعني. فجيت فكرت ان ايه، ان اكتر حاجه الناس بتتحشر في حياتك، والناس بصه لحال بعض مش بصه لحالها، ان دي ظاهره انتشرت يعني. الناس بصه في ايد اللي في غيرها مش بصه لنفسها. فانت فكك من الناس السلبيه، فكك من الناس اللي بتجيبك ورا، فكك من الاصدقاء السوء، فكك من الحاجات الوحشه، وركز في نفسك وابعد عن الناس الوحشه دي. كان كونسبت الفكره، انتوا فين، جيلك وحشنا، انت اغانيك مختلفه، تعالى. فروحت عملت حفله في امريكا الحمد لله في شهر 8 اللي فات، مش ده اللي قبله يعني. وقررت ان انا ارجع لازم اعمل البوم بقى للناس، لان لقيت الناس مشتاقه لي وبيقولوا لي انت ستايلك مختلف وما حدش حل مكانك. فكان كلام بصراحه ايجابي بالنسبه لي جدا، فده اللي خلاني ان انا فعلا لازم ارجع اعمل البوم تاني، ورب يكون عجبكم فكك من الناس. والله ده كانت اياميها الثوره قامت، وانا كنت بشتغل شغل مع شركه كبيره، والصناعه اتأثرت يعني. كان بشكل غلط مش من عندي قوي صدقني، كان ان الصناعه اتأثرت وما بقاش في بيع كاسيت، وهوجة المهرجانات انا بختصر لك يعني، فأثرت على اللايف وعلى الحفلات، وخلت الكاتيجوري بتاعي انا والمطربين اللي في الحته بتاعتي شغلنا ما بقاش زي زمان، لان كانت الناس بتجري ورا المهرجانات والدي جي هات والارخص لهم، واختلاف الاختلاف الفكر كان بشكل عام. فانا كنت مشغول في التمثيل بصراحه، ان انا كانت بتجيني ادوار كبيره وما اقدرش اقول لها لا، وفي نفس الوقت كنت بعمل اغاني في البيت، وقلت ايه انا مش هينفع انزل بطريقه اقل من انا كنت فيها. انا كنت بشتغل مع عالم الفن والمزيكا والاستاذ محسن جابر، فلقيت نفسي وانتقال الحياه من انالوج للديجيتال ده كان برضو لجيلي، كان لغايه النهارده احنا لسه بنحاول نوجد لنا مكان في السوشيال ميديا، لان ده عالم تاني خالص. وانا شايف مثلا سي يعني محمد رمضان ناجح باصص لنفسه مش باصص لحد تاني. عادل امام كان عادل امام ناجح عشان باصص لنفسه مش باصص لحد تاني. عمرو دياب لغايه النهارده هو الهضبه عشان هو مش باصص لحد وباصص لنفسه. ان انت ما ينفعش برضه تسلم نفسك والاكونت بتاعتك لاي حد، لازم شركه او حد مصدر موثوق منه، لان انا اتخنت يعني، اتخذت الاكونت بتاعتي واتعملت فجاه، اتشال كل الانستجرام بتاعي كان 350,000 او 400,000 حاجه كده، ده من ايه؟ ده من 5 6 سنين، واتعمل فجاه اتشالت صوري والاكونت اتسرق، واتعمل اكونت للكوره وحاجه كده. فعرفت ان لا، الموضوع مش سهل، والموضوع ده هو اللي هيجيب لك الانكم، فانت لازم تشتغل مع مصادر موثوق منها. هي صراع قوي جدا السوشيال ميديا دي، انا شايف انها بتظلم ناس وبتعلي ناس على ناس. انت ممكن بفلوسك في السوشيال ميديا والصرف اللي انت هتصرفه وتركب على الناس كلها، لكن انت ما بتركبش على الناس بنجاحك او بموهبتك. ما تاخدش الكلام وتحوره، هي قصه المهرجانات دي ناجحه احنا راضينا ام لم نرضى، هم ناجحين. لكن انا بعترض على الكلام في بعض المهرجانات، في كلام خارج، في كلام بيحث الناس على الفاحشه والفجور، انا مش ضد، انا ضد ده جدا 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 تماما. لكن ان اغاني اللي بتجمع الناس، لسه في اغنيه لازقه اسمها اخواتي وبتاع، بالعكس اغنيه جميله جدا، بتجمع الناس، بتقول كلمه عن الصحاب، كلمه عن العيله، كلمه طيبه بطريقه المهرجانات، انا معاها جدا جدا. وانا ممكن اعمل اصلا اغنيه شكل الميوزك المهرجان، لكن اكيد كونسبت الفكره هيبقى مختلف. الرقابه، الرقابة على اليوتيوب يعني، هو عدم يعني. انا واحد زيي، كويس ان انت سالت السؤال ده، لان انا برضه عايز اتكلم فيه. انا واحد زيي رحت عملت المصنفات والرقابه، طلعوا عيني وطلعت ورق ودفعت فلوس كتير عشان اخد تصريح ان انا اقدر اغني الكلمات دي، وكان وفي بعض الكلمات وقفت لي ورجعت وراح يعني، عانينا عشان ان احنا الرقابه نمشي تحت ستار البلد، وتحت ان احنا نمشي تحت ان احنا ناس عايزين نبني المجتمع،